بنات الإعلان هذا لامس شي في داخلي، أحس إني بصيح. تعرفون اللي باث أند بودي ووركس هذا من أشهر المحلات بأمريكا، يعني هناك هو فيكتوريا سيكرت يتنافسون بين كل محل ومحل في باث أند بودي ووركس أو فيكتوريا سيكرت، يعني مرة ما لها منافسة هناك، يعني مرة مرة مشهور الزبدة. أنا هنا من جيت السعودية الأمانة ما شفته، وبالصدفة جو إعلان عندي فانهارت. أنا ما أدري هل هم جدد هنا، يعني توهم يفتحون بالسعودية أو وش السالفة، لكن حسيت بالانتماء الأمانة. تذكرت أيام أمريكا، عاد أنا أعرفهم مرة، ما أشتري إلا منهم. مرة مدمنة على منتجاتهم، ترى لهم بالسوق 20 سنة، يعني فوق 20 سنة بالسوق. أنا عندهم مستحضرات نسائية رجالية، منتجات عناية بالجسم، صابون يدين، صابون استحمام، مزيلات عرق، كل شيء، وقسم خاص بالعطورات المنزلية والشموع والمعطرات. خلوني أوريكم الشموع حقتهم، شوفوا هذه مثلا يعني نموذج، بس في أشياء مرة مرة كثيرة أكثر من كذا. الزبدة خلوني أقول لكم المنتجات، بما إني أنا مرة خبيرة فيهم للأمانة. أنا حطيت هذولي كلهم على جنب، هذولي بعدتهم استبعدتهم. الناس أذواق، بس أنا ما أحب أي شيء بالفواكه وأي شيء بدول كحة ما أحبه. فهذه المجموعة أطلبوها وأنتم ممضين على ضمانتي، على ضمانتي بحق. إذا ما عجبتكم اطلبوها أونلاين حتى بدون لا تشوفون، خرافية. والمجموعة هذه مو فتاكة، اللي بعدها اللي بالفانيلا، بس هذه رقم 2، هذه رقم 1 للأمانة، مو طبيعية للرجال والنساء، مو طبيعية. وهذه رقم 2، شوفوا حتى في لمعة جسم، أشياء مرة. طبعا تخفيضات البلاك فرايدي عند باث اند بودي ووركس 40%، تخيلوا خصومات الأجانب اللي تبرد السبد، فعلا هم اللي يعرفون البلاك فرايدي. أضف إلى ذلك كود خصم باسمي اسمه ملاك 10، يخصم لكم 10% إضافية، فيصير الخصم كله 50%. تخيلوا إن كود الخصم فعال شهر كامل. تعرفون البلاك فرايدي، بلاك فرايدي نظام أمريكا ونظام برا، مرة فنانين، لا يفوتكم الخصم. وتقدرون تستلمون طلبكم من أقرب فرع لكم، وعندهم خدمة التوصيل مجانية. وهذا فظيع فظيع فظيع، كريم تعرفون اللي يخلي يدك زبدة من أول مسحة وتشربه اليد، فظيع فظيع، خصوصا الشتاء والجفاف، لا يفوتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.